استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني انت وانا مش قايل لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك، انت هتتعلم يعني هتتعلم. اوكي 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 اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهو وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين. فندم. 4 من 50. الف مبروك. الف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمع بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل. جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوله. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول اه، لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه 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 ايه. لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن. جاتك نيله انت يا واد انت. ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. انسه. من يا اخويا؟ انسه. مين انسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه؟ زي لقطه القشطه يا فندم. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو. من يا اخويا؟ اتو. مين اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك. يا راجل اتعلم، ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فاضل له يومين ويموت. اهو لما الملائكه تسالك تعرف تجاوب.